دعونا نجد حجم عدة أشكال، وإذا كان لدينا مزيدا من الوقت ربما سيكون بمقدورنا أن نحل مسائل عن المساحة. دعوني أرسم أسطوانة هنا، هذه قمة الأسطوانة، ثم أن هذا ارتفاعها وهذا أسفلها. فإذا كانت شفافة ربما سيكون بإمكانك أن ترى الجزء الخلفي من الأسطوانة، يمكنك أن تتخيلها علبة مياه غازية. ودعونا نفترض أن ارتفاع الأسطوانة هو H ويساوي 8، سأعطي بعض الوحدات 8 سنتيمتر، هذا هو الارتفاع. ثم دعونا نفترض أن نصف قطر واحدة من هذه أعلى الأسطوانة أو علبة المياه الغازية، دعونا نفترض أن نصف القطر هذا يساوي 4 سنتيمتر، فما هو الحجم هنا؟ كم سيكون الحجم؟ volume. والفكرة هنا هي نفس ما رأينا في بعض المسائل السابقة. إذا أمكنكم أن تجدوا مساحة السطح لجانب واحد ونجد العمق، سيكون بإمكانكم أن تجدوا الحجم. ما سنقوم بفعله هنا هو إيجاد مساحة السطح العلوي لهذه الأسطوانة على علبة المياه الغازية، ومن ثم سنضربه بالارتفاع وهذا ما سيعطينا الحجم. هذا يوضح لنا كم عدد السنتيمترات المربعة التي تلائم الجزء العلوي. ثم إذا كنا نعرف إذا ضربناه بعدة سنتيمترات التي ننزلها الأسفل، فهذا سيعطينا عدد السنتيمترات المكعبة في الأسطوانة أو علبة المياه الغازية. إذن كيف نجد هذه المساحة في الأعلى؟ حسناً، مساحة الجزء العلوي عبارة عن إيجاد مساحة الدائرة، يمكنك أن تتخيل رسمها هكذا. إذا أردنا أن ننظر إليها بشكل مستقيم، إنها دائرة نصف قطرها 4 سنتيمتر. مساحة الدائرة التي نصف قطرها 4 سنتيمتر A تساوي باي R تربيع، أي ستكون عبارة عن باي ضرب مربع نصف القطر، أي ضرب 4 سنتيمتر تربيع، ما يساوي 4 تربيع يساوي 16 ضرب باي، والوحدات الآن ستكون سنتيمتر مربع، أو بطريقة أخرى هي تربيع السنتيمتر. إذن هذه هي المساحة، والحجم سيكون هذه المساحة ضرب الارتفاع. إذن الحجم يساوي 16 باي سنتيمتر مربع، 16 باي سنتيمتر مربع ضرب الارتفاع. أي ضرب 8 سنتيمتر ضرب 8 ضرب 8. عندما تضرب يمكنك استخدام خاصية التجميع، يمكنك أن تعيد ترتيب هذه الأعداد فلا يهم الترتيب الذي تتبعه، فكلها سيتم ضربها. إذن هذا يعادل 16 ضرب 8، دعونا نرى 8 ضرب 8 يساوي 64، يكون 16 ضرب 8 ضعف ذلك. ثم لدينا 128 باي وسنتيمتر مربع ضرب سنتيمتر، وهذا يعطينا سنتيمتر مكعب، أو 128 باي سنتيمتر مكعب. وتذكروا أن باي عبارة عن عدد، نكتبه باي لأنه عدد غير نسبي. إذا أردت أن تكتبه فلا يمكنك أن تكتب أن باي تساوي بالضبط 3.14159 لأن هذا العدد غير منتهي ولا يتكرر، لذا سنتركه باي. لكن إذا أردت إيجاده فيمكنك الاستعانة بالآلة الحاسبة، وستعطيكم 3.14 تقريبا ضرب 128، أي أن الناتج قريبا من 400 سنتيمتر مكعب. الآن كيف يمكن أن نجد مساحة السطح؟ مساحة السطح، حسناً، جزء من مساحة السطح هذان السطحان الأعلى والأدنى، إذن هذه ستكون جزء من مساحة السطح، ثم أن السطح السفلي أيضاً جزء من مساحة السطح. فإذا كنا نحاول إيجاد مساحة السطح surface area، دعونا نجد مساحة سطح الأسطوانة. بلا شك ستحتوي على هاتان المساحتان، أي ستحتوي مرتين على 16 باي سنتيمتر مربع،
هذه 16 باي وهذه 16 باي، أي ستكون 2 ضرب 16 باي سنتيمتر مربع. سأبقي الوحدات كما هي. هذا يغطي الجزء العلوي والسفلي من علبة المياه الغازية. والآن علينا أن نجد مساحة سطح هذا الشيء الملتف، والطريقة التي أتخيله بها هي: تخيل أنك تحاول لف هذا الشيء عن طريق لف ورقة حوله. دعوني أرسم خط منقط هنا، وتخيلوا أنه إذا أردت قصها بهذا الشكل أن تقصوا جانب من علبة المياه الغازية، وإذا أردتم فكها، إذا أردتم فك هذا الشيء الملتف حولها، فعلى ماذا ستحصلون؟ ستحصلون على شيء ما، ستحصلون على قطعة ورق يكون لها هذا الطول، هذا الطول، نفس هذا الطول، ثم أنها ستكون منبسطة تماما، وهاتان النهايتان، دعوني أفعل ذلك باللون الأرجواني، هاتان النهايتان كانتا تلامسان بعضهما. دعوني أستخدم لونا لم أستخدمه بعد، سأفعل ذلك باللون الوردي. هاتان النهايتان ستلامسان بعضهما البعض عندما كانت ملتفة، وستلامسان بعضهما هنا. إذن طول هذا الضلع وذاك الضلع ستكون نفس طول الأسطوانة، أي سيكون 8 سنتيمتر، وهذا أيضا سيكون 8 سنتيمتر. والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو: ماذا سيكون هذا البعد؟ وتذكر أن البعد عبارة عن المسافة التي نلتفها حول الأسطوانة. حسنا، إذا فكرتم في هذا سيكون نفس محيط الدائرة العليا أو السفلى من الأسطوانة. إذن ما هو المحيط؟ محيط هذه الدائرة وهو نفس محيط تلك الدائرة، عبارة عن 2 ضرب نصف القطر ضرب باي، 2 باي ضرب 4 سنتيمتر ويساوي 8 باي، ويساوي 8 باي سنتيمتر، 8 باي سنتيمتر. إذن هذه المسافة هنا هي محيط كل من الدائرة العليا والسفلى من الأسطوانة، ويكون 8 باي. فإذا أردت أن أجد مساحة السطح من خلال الالتفاف، أي من خلال الجزء الذي يلتف حول الأسطوانة وليس السطح الأعلى أو الأسفل، لن يكون مسطحا بل يبدو كهذا المستطيل، وبالتالي مساحته، أي مساحة هذا الجزء، تساوي 8 سنتيمتر ضرب 8 باي. 8 ضرب 8 باي يساوي 8 ضرب 8 باي يساوي 64 باي بوحدة سنتيمتر مربع. إذن عندما نريد مساحة سطح الشكل، عندما نريد مساحة سطح الشكل ككل، لدينا الجزء العلوي والسفلي، لقد رسمناها هنا، ثم نريد إيجاد مساحة هذا الشكل الملتف، لقد أوجدناها. إذن ستكون 64 باي سنتيمتر مربع، والآن علينا أن نحسبها. هذا يعطينا باي، أو 32 باي زائد 64 باي، إذن 32 باي سنتيمتر مربع زائد 64 باي سنتيمتر مربع، ثم 32 زائد 64 يساوي 96 باي بوحدة سنتيمتر المربع، وهي أكثر بقليل من 300 سنتيمتر مربع. إذن لاحظنا أنه عندما أوجدنا مساحة السطح حصلنا على الإجابة بدلالة سنتيمتر مربع، وهذا منطقي لأن مساحة السطح هي قياس ثنائي الأبعاد. نحن نفكر في عدد السنتيمترات المربعة، هل يمكننا ملائمتها مع سطح الأسطوانة؟ لقد أوجدنا الحجم بوحدة السنتيمترات المكعبة لأننا حاولنا إيجاد كم عدد 1 ضرب 1 ضرب 1 سنتيمتر مكعب، 1 ضرب 1 ضرب 1 سنتيمتر مكعب يمكننا
أو يمكنها أن تتلائم مع داخل البناء هذا، ولهذا السبب تكون الوحدة سنتيمتر مكعب. على أي حال أتمنى أن هذا وضح الأمور قليلاً.